شاء الله ارجع المحل. انا عايز اقوله السيدة كاميليا السادات هي سيدة عظيمة اثبتت انها ابنة لرجل عظيم والرئيس الراحل انور السادات، لانها كانت دايما بتحمل مبادئ ابيها على اكتافها، خاصة قضية السلام والوئام والتسامح والحب. اثبتت كمان الى ان السادات غرس فيهم الاعتماد على النفس، سافرت للولايات المتحدة الامريكية واعتمدت على نفسها ودرست وحققت نجاحا وجاءت الى مصر. واهم ما يمكن انك انت تخلص فيه في النهاية من هذه السيدة هي الاعتماد على الذات، وان الرئيس الراحل انور السادات لم يترك لهم اموالا بقدر ما ترك لهم قيما ومبادئ عاشوا عليها يعني. وعلشان كده هذه السيدة كانت بتتحمل متاعب ومصاعب شديدة جدا، لكن هي كانت مدافعة عن ابيها وعن مبادئه، ويكون مثواها الجنة ان شاء الله.